بزاف ان جون ما نعرفوش، باش نكون صريحه يعني ما نعرفو، ما سمعت عليه، ما سبق ليش وسمعت عليه ولا شفته من قبل. ولكن طاحوا عليه هو محمد رغيس، يعني كومون دي لونغلي ازيف كوم سي كوم سي كنا احنا طوب في التمثيل، وكي جا هذا محمد رغيس حبط الى شوتي التمثيل. مي نو، مي انا جامي تي توب في التمثيل، ما كاش توب في التمثيل في الجزائر، ما كاش. كاع خصنا نزيدو نتعلمو، وكاع خصنا نكوريجيو نفوسنا، وكاع خصنا يجيبوا لنا ان كوتش سوغ بلاتو. جو نو سوي با بارفيت اي نول ني بارفي، حتى اللي لعبوا معاه اي نيتي با لا اوتور. جو سوي ديزولي مالغري عندهم دي زونتيسيدون ولعبوا وصافي دي زاني و جو نسي با كوا اي جون باس. مي اي نيتي با لا اوتور. انا هو ما نلوموش، انا بو موا خديجه مزيني كوم كوميديان بروفيسيونيل، بو موا إل افي اون بريزونس. إل افي اون بيل بريزونس، حبينا ولا كرهنا. الحق يقال، انا بريزونس اللي شفتها فيه مانيش نهضر على التمثيل، التمثيل كاع خاصهم. يعني قصدك خديجه المشكل في اداره الممثل للجميع، لكل فريق مسلسل يما وليس فقط لرغيف. كل مسلسلات كل مسلسلات جو 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 نو، يعني حكينا على لا برودكسيون تاع رغيف. كامل خصنا واحد ان كوتش في البلاطو في التصوير. دوكا هو انا بو ما نلوموش، هو اللوم انا المنتج اللي جابوه ما عنده جامي مثل من قبل، ولا بالك مثل حاجه صغيره، مي كان لازم عليه يلانفيستي عليه بيسك سيتي لو رول برينسيبال. مي كوتي تمثيل هذا، كوتي بريزونس انا شفت اون بريزونس في محمد رغيس اللي ما شفتهاش في الممثلين اللي يسميو روحهم عمالقه. نعم.